انت الان بتتفرج على هذا الفيديو وانت انتربرنور او بزنس اونر عندك منتج او برودكت، بنفس اللحظه بنفس هاي اللحظه الان ان شاء الله نص الليل عندك في واحد سموير بالعالم فتح الانترنت جوجل ولا سموير وبيدور على شيء انت بتعمله. ففكره انه السوق نايم، السوق تعبان، البزنس مش ماشي حاله، الناس ما عندها فلوس تصرف، مش صحيحه. أصدقائي رواد الأعمال العرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. بالفيديو بدي أناقش معكم فكرة الرين ميكينج مع السيلز ميكينج، شو دخل المطر بالسيلز. بداية بدي أبلش بهالبليف اللي أعتقد هو عادل أصلا، ممكن إلهي أو سمائي، وهو أنه السماء تمطر على الجميع، ولكن في ناس شاطرين بيخزنوا المطر، بيستفيدوا من المطر، بيعملوا له قنوات بيوجهوه تجاه محاصيلهم او ابارهم او السدود عندهم وبيستفيدوا منه اكثر من غيرهم. في ناس ترك المطر ماشي براحته. نفس الحال بالبزنس، دائما هنالك عملاء، دائما هنالك طلب، دائما هنالك حاجه للشيء اللي بتعمله. بليف ات اور نوت، انت الان بتتفرج على هذا الفيديو وانت انتربرنور او بزنس اونر عندك منتج او برودكت، بنفس اللحظه بنفس هاي اللحظه الان ان شاء الله نص الليل عندك في واحد سموير بالعالم فتح الانترنت جوجل ولا سموير وبيدور على شيء انت بتعمله. ففكرة انه السوق نايم، السوق تعبان، البزنس مش ماشي حاله، الناس ما عندها فلوس تصرف، مش صحيحة. دائما الناس محتاجة لخدمات ومحتاجة لمنتجات تساعدها بحياتها دائما، وشو ما كان الشيء اللي بتقدمه 100% في ناس محتاجينه، ولكن ممكن طبيعة العرض وطلب تختلف من دولة أو من مدينة لأخرى، ممكن طبيعة المنافسة تختلف من مكان لآخر، ولكن دائما في شيء واحد مشترك لكل الناجحين بأعمالهم كرواد أعمال، إنهم اللي المميزين دائما عندهم شغل، دائما عندهم أوردرز، دائما عندهم طلبات، دائما طالعين، دائما عندهم كاستمرز بيجوهم بشكل متكرر، دائما عندهم كاش فلو، دائما عندهم إنكم، لأنهم متميزين، لأنهم مش بس متميزين بالشيء اللي بيعملوه، برضو متميزين بطريقة تحصيل العملاء. فإذا أنا وياك اتفقنا أنه السماء تمطر على الجميع وهي الشطارة اللي بتشتي على الدنيا، هون اللي بتلعب دور. فإذا ممكن الآن ننتقل لمرحلة أخرى من الحوار وننظر للموضوع أونلاين ماركتينج وسيلينج أونلاين من الناحية هاي. الآن إذا شبهنا المطر هون بالترافيك، أوكي، اللي هو الفيزيتس، الفيزيتورز أو الناس اللي تدخل عندك على الويب سايت أو تشوف محتوى اللي بتنشره على الانترنت او تعمل تليفون، بتكلمك تليفون، بتعمل اوردر. خلينا نشبه هدول الناس بالترافيك، الترافيك هذا بالمطر. طيب اول شيء بديهي جدا، اذا الدنيا بتشتي وبدك انت تستفيد من المطر، شو الشيء البديهي اللي بدك تعمله؟ بدك تعمل قنوات، صح؟ تعمل خزان ارضي ممكن. فهي اللي بنعمله هون احنا اوبتمايزيشن، انه نجهز بنيه تحتيه حتى لما تشتي الدنيا ناخذ المطر هذا ونستفيد منه. فاحنا محتاجين بنيه تحتيه، يعني AKA online presence هون، حتى نعمل قنوات لهذا المطر أو الترافيك بحيث نوديه باتجاه معين حيث نستفيد منه later on. فهي البنية التحتية بنسميها optimization، وهي المرحلة الأولى لنجاح أي بزنس. optimize okay for the lack of better words هنسميها بس optimization. excuse my writing. فكرة optimization لو رحنا على الدكشنري وشوف نعمل شو يعني optimization. optimization هو إنك to make the most out of something, to make the most out of an event، يعني انك تحصل افضل نتائج من شيء انت بتعمله. يعني نفرض على سبيل المثال انت طالع مشوار، فمن مشوارك هذا عندك مثلا 3 ساعات بالمشوار هذا، فانك تحصل افضل شيء، اكثر شيء ممكن يتحصل من هالمشوار. اوبتمايزيشن يعني الدنيا بتشتي، فاحنا بدنا نحصل افضل نتيجه من هالمطر اللي بينزل عندنا. الناس في بتبحث عن سيرفيسز ومنتجات، بتزور ويب سايتك او بتشوف الكونتنت عندك اونلاين، بدنا نعمل اوبتمايزيشن لهي الكونتنت بحيث انها تحصل لنا افضل نتيجه من هالترافيك او من هالمطر اللي دخل عليها. هاي اول مرحله اوبتمايزيشن. طبعا في طرق كثيره للاوبتمايزيشن هون، والشطاره مش انك تعملها كلها، شطاره انك تعمل طريقه واحده بس، انك تركز بطريقه واحده اوبتمايزد هير هون بالمرحله الاولى، بحيث من خلال هاي المرحله او من خلال هالشيء الواحد تحصل افضل نتائج. طبعا اعطيكم امثله على الاوبتمايزيشن. تشوف في ناس عندهم مثلا بيهتموا كثير بالويب سايت، في ناس بيهتموا كثير بالفانل او بيبنوا فانل وسيلز فانلز وماركتنج فانلز، في ناس بيهتموا كثير مثلا بالانستغرام، في ناس كثير بيهتموا باليوتيوب، في ناس كثير بيهتموا باللينكد ان. هاي التشانلز كلها مش مطلوب منك انت تعملها كلها اوبتمايزيشن، مش مطلوب منك فعلا تروح وتحرق حالك بكل
سوشيال ميديا اكاونت او اونلاين بريزنس، بطلب منك تشوف وين في سوشيال ميديا اكاونتس بيسمع مع عملائك، بيسمع يعني الناس اللي بتستهدفهم بيستعملوه وبيقضوا وقت عليه، وتعمل اوبتمايزيشن. طب شو فكره الاوبتمايزيشن؟ اذا حكينا اوبتمايزيشن للمطر انك تعمل قنوات وتبني خزانات مائيه، الاوبتمايزيشن للترافيك بالضبط نفس الفكره، انك تعمل قنوات لهالترافيك هذا، الناس اللي بتشوفك بتشوف فيديو إلك او بتدخل عندك على انستغرام او بتشوف لك اي كونتنت اونلاين، تعمل قناه له بحيث انه يصب في احد امرين، اما انه يكون ليد او عميل محتمل او بروسبكت، اوكي، او انه يكون كاستمر، زبون يعطيك فلوس كاستمر. هاي هي فكره الاوبتمايزيشن، انك تعمل اوبتمايزيشن فور سيلز بيربسز، مش تركز لي على الكول لوك والديزاينز والكليفر مسجز وتحاول تكون سمارت. انا اكيد مؤمن تماما انك سمارت على فكره، بس بليف مي الناس اللي بتتفرج على المحتوى تبعك ملت من الكرييتيف ديزاينز والشيء الكول والواو، بدها شيء واضح، شيء في قيمه، شيء في فاليو. وهذا يقودنا بطبيعه الحال المرحله الثانيه للبزنس، نستعمل لون احمر لها لانها مهمه جدا، وهي building your audience، تبني جمهور، نسميها audience. اوكي، انك تبني جمهور، واضحه هي هون ولا لا؟ يس واضحه. اوكي، تبني جمهور، الجمهور هون لشركتك كستارت اب كانتربرنور نفس هو سر نجاحك، زي ما هو سر نجاح المشهورين، زي ما هو سر نجاح الممثلين ولا المطربين ولا الناس اللي على السوشيال ميديا الانفلونسرز، هو سر نجاحك شو ما كنت بتبيع. ان شاء الله كنت بتبيع ليترالي، ان شاء الله كنت بتبيع بطاطا، نفس الفكره، انت محتاج تبني جمهور هون يهتموا لامرك. طب كيف احنا بنبني جمهور؟ مثل ما حكينا الاوبتمايزيشن يا اما حيقود ان ناس تصير ليدز بروسبكتس عميل محتمل، او انه كاستمر، يعني الناس دخلت شافت الكونتنت تبعك، شافت لك فيديو، دخلت على انستغرام عندك مثلا، دخلت على يوتيوب، يا اما بتصير مهتم تصير يعني حابه تعرف اكثر، او يعني انترستد انها تصير كاستمر، او انها تصير كاستمر، او في ناس يعني بس هيك بتفرجوا. فاحنا اتس اوكي مع الثلاث حالات، صح؟ مرحله انه نبني اودينس هون تيجي هي انه هذا الاودينس نهتم فيه، ما يكونش بس هدفنا انه نبيعه شيء، ما يكونش هدفنا انه بس يلا اشتري، ما تكونش مثلك مثل غيرك اونلاين بيعمل حمله تسويقيه وكانه هي بيقول هي انا موجود هيني بالحياه اعطيني فلوس، لانه هيك معظم الماركترز بيعملوا، هيك معظم البزنس بيسوقوا لمنتجاتهم، انا موجود اعطيني فلوس. طب ممل، فيش ثقه، بدك تفهم انه الاودينس او الناس اللي بتفرج عليك اونلاين هم سمارت بيبل، فانت يو نيد فيرست تحترم ذكائهم، ثانيا فعلا تقدم لهم فاليو. هلا في اي بزنس في فتره نسميها الكونفرجن ويندو، فتره زمنيه من خلالها الفتره الزمنيه هاي بيصير السيلز. يعني باختصار جمهورك let's say ببلد او بنين معينه مش كلهم جاهزين او مستعدين او ريدي الان يشتروا منك، منهم في ناس ممكن بدهم شهر، ممكن بدهم شهرين، ممكن الناس في بدها بكره بعد بكره، ممكن بدها اسبوع، ممكن الناس في بدها 6 شهور، اللي هي فتره متى حيحتاج الخدمه او المنتج اللي بتعمله. في اشياء ممكن ديلي يوميه اذا كنت انت مثلا انجيجد ببيع المنتجات اللي تم استهلاكها يوميا، صح؟ في خدمات لا، ممكن انا مثلا بدي ويب سايت، let's say انك انت ويب سايت بيلدر، انا بدي ويب سايت، ماشي اوكي، انا في تايم فريم لحتى انا فعلا انا الان يلا اي نيد تو هاير ا ويب سايت بيلدر ناو، صح؟ في تايم فريم. فهل تايم فريم هذا انت بدل ما تكون بس كل المسجز اللي بتشاركها مع يعني بتعملها ادفرتايزمنت، بتعملها اعلان، بتنشر كونتنت كلها انها هي كول ديزاينز، هاير مي، انا شاطر بالويب ديفلوبمنت، شوف العملاء شو بيحكوا عني، انا بعمل لك بافضل اسعار، لا، بلش انشر كونتنت تفيد الناس اللي محتاجه خدمتك، الجمهور تبعك. يعني مثلا احكي عن اهم العناصر اللي لازم تكون متوفره بالويب سايت، احكي تيبز ادفايسز كيف تتاكد انه الشخص اللي بتعطيه الجوب بيعمل لك ويب سايت بيعمل لك افضل جوب، كيف ممكن تعمل، شو الاسعار الويب سايت مثلا بمدينه معينه عشان ما يتم استغلال مثلا الناس اللي ما عندها فكره بالموضوع. اوكي، خلي الكونتنت اللي بتنشرها هي جزء من الحل، من تثقيف الشخص اللي محتاج الخدمه خلال الفتره الزمنيه او خلال التايم لاين، الديسيجن ميكينج تايم لاين او النيد تايم لاين اللي هو حيمر فيه. فشو حيصير؟ هو حيصير يستهلك هاي الكونتنت، وكل ما استهلك كونتنت منك اكثر، كل ما ايش صار هون، بنى علاقه معك اكثر، صار يستفيد من الشيء اللي لانك انت بتثقفه، بتساعده ياخذ قرار اصح، قرار ادق، قرار افضل، صح؟ بتضيف قيمه عليه، مش بس وكانك بتبيعه دائما ماركتر، لا، انت جزء من الحل،
اللي بيبحث له. فلما بيجي وقت الديسيجن ميكينج مباشره انت بتكون انت بتكون اول خيار 100%. بروحش على جوجل ادور ويب سايت بيلدرز، بروح مباشره عليك. ليش؟ لانه انت ساعدته اوريدي يفهم هالشيء اللي فهمه خلال هالمرحله هاي. اوكي، طبعا هذا بيقودنا بطبيعه الحال للمرحله الثالثه، او الـ مش بسميها المرحله الثالثه بس انا اسميها المحور الثالث لنجاح البزنس، وهي التراكينج، هي الميجرمنت، انك يكون في عندك قياس تراكينج. اوكي، هاي يعني من اكثر الاشياء اللي ممكن نسميها يعني متجاهله او ما حدش مهتم فيها من معظم البزنس من رواد الاعمال. السبب ليش مش مهتمين فيها؟ لانه فيش لها ممكن دايركت امباكت انك تشوف الان شو صار لما تطبق شيء من التراكينج، ولكن تاثيرها جدا مهم وممكن يؤدي لنجاح او فشل اي مشروع اذا ما انتبهنا لها مزبوط او انتبهنا لها مزبوط. شو فكره التراكينج؟ هون انك كل الايفورتس اللي بتعمله بالاوبتمايزيشن، بالادفيرتايزنج، بالبيلدينج الاودينس، الكونتنت اللي بتنشرها، بتنشر مقال، بتنشر بوست على السوشيال ميديا، بتعمل اعلان على فيسبوك او على انستغرام، بتعمل فيديو، هذا ديجيتال كونتنت موجوده اونلاين وفينا نعمل تراك لها، فينا نشوف مين الناس اللي شافوها، شو نسبه تفاعلهم معها، فينا نشوف النتائج اللي حصلناها منها، فينا نشوف كم كلفتنا. اوكي، كم كلفنا مثلا حتى نجيب مثلا 1000 زياره على هالفيديو او 1000 زياره على هالبيج، كم كان سعر الزياره، كم حصلنا من الزيارات هاي تحولت لكاستمرز، كم منها صار ليد، شو الكاستمر لايف تايم فاليو، شو الايرننج بير ليد عندك، كل ليد بتحصله كم بيسوى لك، كل شو الكونفرجن ريت. هاي المعلومات كلها مهمه ودقيقه، لانه بالنهايه على فكره بتصير البزنس هو لعبه رياضيات، لعبه سمبل ماثيماتكس. اوكي، سمبل ماثس، فكره انه اذا الماثس مش مزبوطه مش بروفيتبل بالبزنس ليش فاتحه؟ صح، ليش بتعمل الجهد اللي بتعمله، ليش بتضل تتعب عليه؟ ما بتعرف صح؟ عشان تعرف بدك يكون في عندك proper tracking methodology system عشان تقيس أدائك. ومثل ما بتعرف أكيد كل شيء قابل للقياس هو قابل للتحسين، فما دام احنا بنقدر نقيس أدائنا إذا بنقدر نحسن أدائنا، ما دام بنعرف كم بيكلفنا الكوست حتى نحصل عميل إذا أكيد بنعرف كيف نقلل هذا الكوست حتى نحصل عميل، ما دام بنعرف كم الفاليو للكستمر لما بيدخل عندنا بنقدر أكيد نضيف على الفاليو هاي فاليو للكستمر ونضيف برضو كمان فاليو إلنا للبزنس ونرفع البروفيت تبعنا. وبالنهاية بالشيء اللي أنا بسميه هون الفاليو أدد ماركتينج، الحلقة بتكون متكاملة بحيث إنه الجميع منها بيستفيد، أنت كبزنس أونر بيستفيد، الكستمر بيستفيد كثير، وحتى الناس اللي بتشوف لك إعلان، بتشوف لك كوميرشال، بتشوف أد إلك برضو بيستفيدوا حتى لو ما اشتروا. شوف الفكرة وين، أنت جزء من الحل للجميع، لأنه مثل ما حكينا في بعض الناس ممكن مش هيكونوا كاستمر، مش ممكن they cannot afford you، ممكن مش حاليا، ممكن بعد سنتين بجوز يحتاجوا الخدمة، ممكن، فانت بطريقة او باخرى ضفت قيمة لهم، فبالتالي ايضا رفعت ايش الgoodwill والقيمة اللي بتضيفها للناس بالحياة، وبنفس الوقت رفعت القيمة اللي انت تستلمها كبزنس اونر. اذا عجبك هالميثودولوجي هاي وحابني اساعدك فيها، حابني اساعدك تطبقها في البزنس تبعك وتشوف كيف تعمل value added marketing system بتكون من optimization tools strategies تساعدك تحصل أفضل نتائج من المطر اللي بنزل علينا وaudience، بحيث أنك تبني الخزانات الأرضية عندك تكون بشكل دائما ممتلئة ودائما فيها أشياء إيجابية، يعني أشياء طيبة، ماء هنا يعني أكيد عملاء مكتملين أكثر، وتعمل tracking system حتى تعرف شغلك ماشي صح مش ماشي صح، شو لازم تعدل شو لازم تغير. فاضغط الرابط تحت الفيديو، هذا الرابط حيأخذك على opt-in form تعبي فيه بياناتك ومعلوماتك، ومن خلالها بنتواصل وبخبرك تماما كيف هذا السيستم بيشتغل. هو عبارة عن برنامج تدريبي coaching one on one، حاليا مش موجود كأونلاين يعني كورس، فبشتغل أنا وياك one to one whether face to face هون إذا كنت بالإمارات أو إذا كنت برا الإمارات، نشتغل أونلاين برضو من خلال فيديو كولز وبنشتغل سوا حتى أنت تطبق هذا السيستم على البزنس تبعك وتأخذه للمرحلة القادمة. شكرا للمتابعة وبتمنى لكم كل التوفيق. السلام عليكم.